Oh my God. اسعد الله اوقاتكم متابعي متابعات شفت فيلم مرحبا بكم. انا اليوم في هذا البث المباشر كيف ما كتشاهدون الحمد لله فاطمه رجعت للمغرب من بعد العناء الطويل ومن بعد الفيديو اللي قمنا به قناه شفت فيلم الحمد لله. اليوم كيف ما كتشاهدوا معنا الابتسامه رجعت لفاطمه اللي كانت مزوجه من كانت زوجة باكستاني وطلقها اللي غنسمعوا دابا القصه ديالها اللي كنا سمعناها مع الاسف في الـ في الـ عبر شفت تيفي وشفنا وسمعناها من عند خوتها. اليوم كنشوفوا فاطمه اليوم وصلت هي والابن ديالها اللي كيبلغ العمر ديالو 5 سنوات. لاله فاطمه مرحبا بكم ومرحبا بكل متابعي ومتابعات قناه شفت تيفي قناه الشعب. لالا فاطمه الحمد لله سلامتك وشفنا الحمد لله شفنا كنت كتضحكي ومنوره اللهم لك الحمد من بعد ما عناء كبير دوزتي وخمس سنوات ديال العذاب مع زوجك اللي كان باكستاني وغادي نسمعوا القصه ديالك. تفضلي لالا فاطمه. هذا الانسان هذا تكرفس عليا بزاف، عانيت معاه بزاف في السعوديه، عانيت معاه في باكستان، ما مطلقني ما كيصرفش ما كي مده 6 شهور ما كيصرفش عليا. نعم في باكستان ما كيصرفش عليا وتقول لي سيري دبري على راسك، خرجي سيري دبري على راسك، انا تتكرفس عليا بالمزيان الجوع. حتى دابا حتى المصروف ما كاينش يعطي لولده المصروف، تتكرفس على ولده وبالضرب. واخا سمحي لي شحال شحال باش تزوجتي به وكيفاش تزوجتي به؟ حتى المتابعين اللي ما كانوش سمحي لي اللي ما كانوش متابعين معنا القضيه ديال فاطمه اللي كانت محجوزه في باكستان عند الاخت ديال الطريق ديالها، بغينا نعرفوا تزوجت به في السعودية. تزوجت به في السعودية وتزوجت به في السعودية، تعرفت عليه، درنا الوريقات، تزوجنا وكلشي، درتي العقد ديال الزواج، درنا العقد وكلشي. نعم. ومن بعد الزواج دوزت معاه مدة 3 شهور، قلت لي راني حاملة، قال لي هذاك بنادم اللي فكرتك حيدي، ما بغاش نحيدو، رفضت. بقات بيناتنا المشاكل، بعد الولادة من ولات عمر الدري 10 شهور هزني داني لباكستان. داك بس على اساس انه على اساس غنقعد غير 6 شهور وغادي يرجعني، ان الامكانيات راه ما عندوش. نعم. من داني تما كنحيد لي الوريقات ديالي وخلاني في باكستان من هذاك الوقت وانا كنعاني. فين خلاك في باكستان؟ في لاهور مع اخته. مع الاخت ديالو؟ مع الاخت ديالو. نعم. مع الام ديالو، من توفات الام ديالو بقات عايشه مع الاخت ديالو. نعم. وقع معاناه كبيره، كتقول لي انت اللي قتلتي من الام ديالي، انت اللي قتلتيها، قد انت اللي قالت لخوها راه زدت عليا جنون باغي تقتلني، كتوحل فيا قتل، باغي تسافتنا للحبس، وداروا ورقه انني مجنونه مريضه عقليا، يدخلوني للمستشفى المجانين. وذكرى راس بيا عند البوليس، تكرفست عليا، كتجوج ثلاثة كطلعني انا ولدي، كتقول لي يلاه طلعي. كيفاش طلعي؟ خرجي من الدار. خرجي من الدار الزنقه انا ولدك، تخرج من الزنقه انا ولدي. نعم. ما كنقدرش نخرج على ولدي انا صغير، غادي نتكرفسوا عليا في الزنقه، يتكرفسوا علينا في الزنقه. صبرت ودا بعد ما شفت تي في درت حوار مع الاخوان ديالي، مع العائله ديالك، جينا هنا في نفس المكان وشافوا الناس الفيديو، ساعدتني مونيا جزاها الله بخير، وامير الزوج ديالها باكستاني من باكستان، كنشكر الناس باكستانيين، وكنشكر خو موني امير فقاس، وكنشكر الزوجه ديالو، وكنشكر الابن ديالو، وقفوا معايا والشرطه كاملين وقفوا معايا والجريده ديال باكستان شافوني. واخا سمحي لي غنقطعك، قلتي جريدة باكستان ان بي او الصحافه الباكستانيه، كيفاش جاو عندك الدار؟ كيفاش عاودنا ذاك النهار اللي خرجتي من الدار وحنا شفنا بعض الفيديوهات على بعض القنوات اللي هي من باكستانيه، من بعد ما دنا من بعد ما دنا الفيديو مع العائله ديالك اللي طلبوا فيها انك يعاونوك، ان الناس المغاربه سواء المغاربه او الناس مسؤولين انهم يعاونوك في باكستان. كنتي محجوزه عند الاخت ديال الطريق ديالك. الحمد لله واحد الاخت اللي هي محسنه وتعاونت معاك اللي قلتي اسم ديالها ما اعتقد منيا. الحمد لله انها حاولت انها تتواصل مع ناس مسؤولين تما في الدوله ديال باكستانيه. فكيفاش كان اللقاء ديالك او كيفاش تم؟ الزوج ديالها باكستاني وعنده الاخ ديالو في باكستان. نعم. عيط للخو قال له شنو كان عاود لي المشكل، درت لهم تصاور، درت لهم كلشي فيديوهات، درت معايا فيديو في التليفون، درت مع فيديو شافتني كيفاش عايشه انا الابن ديالي مكرفسين، كيفاش هي كتسبنا. هي مغربيه هذه الاخت؟ مغربيه. نعم. من مكناس. نعم. وجزاها الله خير. ومقيمه في الدول ديال بلجيكيه. بلجيكيه. نعم. انها وقفت معايا ساعدتني الله يرحم الوالدين. هي فين شافت الفيديو عندنا في القناه؟ شافت الفيديو في شوف تي في. نعم. قناه شوف تي في. نعم. وخذات الرقم وتواصلت معايا، قالت لي عاودي لي شنو كاين،
ودرت ليها شنو كان ودرت مع فيديو انا شافت الحاله اللي انا عايشه فيها انا ولدي، وريت الجسم ديالي شعري كيفاش كيطيح، كيفاش انا ما كنقدرش نمشي، كيفاش انا الحاله كيفاش عايشه فيها. وشافت خط الطليق ديالي انا كتعايرني تتعايرني كتسبني انا ولدي انت يا مريضه مجنونه خرجي لينا من الدار، وخويا تزوج عليك مزيان خويا تزوج عليك وكتكرفص. عاد الاسرى ما درت ليها شي حاجه، كون عندي ليها شي حاجه لاني نقدر نستاهل عليها شي هذا، غير غارت في الحسد، علاش انا كنتعلم شي حوايج وانا ما قارياش، علاش انا عقلي خفيف، علاش هادي علاش هادي. حسداتنا فالطه هي السبب الطلاق ديالي، هي طلقتني من زوج ديالي. الا طلقتني كنت وكلني السحور، وكلتني السحور مؤخرا عاد عرفت راه كنت وكلني السحور. هذه باكستانيه كتوكل باكستانيه وجل السحور. كل الاخر فاش عرفت اكتشفت انها كنت وكلني السحور، انني تهلك صبره ما كنقدرش نمشي ما كنقدرش نوقف، ما باغي نتعالج حاليا، باغي نتعالج من هادشي هذا باش نقدر نشوف الابن ديالي، نقدر نربي ولدي، نقدر حتى ولدو تيقول لي شكون انتيا وشكون ولدك، شكون انتيا وشكون ولدك، شكون ولدك، هو الزوج ديالي الطلاق، الزوج ديال الطلاق ديالي، الطلاق هو الطلاق ديالي. نعم. قال شكون انتيا وشكون ولدك. نعم. وتيقول لي انت مريضه وولدك مريض، اصلا تيشبه لك انت انتيا مريضه مجنونه، وما قطع المصاريف ديال الدري، ما بقاش كيعطيني المصروف ديال الدري قطعو. واخا فاطمه سمحي لي نقطعك، قلتي قطعوا باش كنتي كتعيشي باش في المده اللي عاونوني الناس باكستانيين هما اللي كانوا كيصرفوا عليا. نعم. فخلال المده ديال المده اللي كنت فيها هما اللي صرفوا عليا، يجيبوا الحليب للدري، يجيبوا لي من ناكل انايا، من ياكل ولدي، كساو لي ولدي، انا حتى الحوايج ما عنديش، هما اللي شراو لي الحويجات باش انا جيت. هذا النهار اللي نهار اللي جيت فيه واخا بغينا نعرفوا داك النهار اللي تم الخروج ديالك من البيت ديال الطريق ديالك، بغيت انك تحكي لنا في الصوره اكثر وتوضح لنا. جاو ديك عيطت لي مونيا الدكتوره، شفت صحافه ديال باكستان. نعم. الشرطه كلهم راهم جايين عندك، خاصك تكوني موجوده، هما يجيو يشوفوا كيفاش عايشه. جاو دخلوا شافوا كيفاش انا كنعس انا ولدي، كيفاش كنترفص انا ولدي، كيفاش كنعسو، كيفاش الحاله ديالي الجسم ديالي، كيفاش كنت كامله ما كنقدرش نوقف، ما كنقدرش نتنفس. ولدي حتى هو في المده 3 شهور كان داك لي 6 البراوات انه كان كيتالم، كانت كتسحر حتى لولدي، كتسحر ليه باغي تقتل ليا ولدي. ولدي ملي كنديه المدرسه كيبقى يبكي وكيتلعنت، كيبغيش يمشي لحقاش كدير هذاك الشيء باش الدري ما يقراش، عشان تبارك الله كان ولدي كيقرا وكان كيبكي في المدرسه. نعم. شحال عمر الابن ديالك؟ 5 سنين. 5 سنوات. نعم نعم. 5 سنين وعنده الجواز ديالو باكستاني، هذا هو الجواز. نعم. هذا الجواز ديالو، الجواز ديالي. نعم. باكستاني. اذا عنده جنسيه باكستانيه. عنده جنسيه باكستانيه. نعم. ونتمنى ان شاء الله يوقفوا معايا انني ندير الجنسيه ديالو مغربيه، باسبور مغربي، بطاقه مغربيه. نتمنى الناس يوقفوا معايا ندير لي جنسيه باكستانيه، انا مطلقه. جنسيه مغربيه. جنسيه مغربيه. حاسين بك انا حتى الحمد لله فرحه، واليوم الشيء اليوم وصلتي. انا وهذاك الشيء اللي كانت الدريه مأثر عليا حاليا، باقي مأثر عليا داك الشيء. نعم. ماشي ساهل. سمحوا لي المتابعين. نعم. داك الشيء باقي مأثر عليا، داك السحور اللي كانت كدير ليا، وهذا اللي فيها الاكتئاب، ولا فيها الاكتئاب، ولا فيها الاعصاب. كنطيح غير بوحدي، ما كنعقلش حتى كنطيح وكنغيب. هادشي ولا مأثر عليا بزاف، وتا خوتي تيبقى فيهم هادشي اللي انا شافوني فواحد اختهم فواحد الحالة ما حنا لاحظنا باش نصور وانا كنت فواحد الباقة بخير وعلى خير الحمد لله. وحنا باش جينا صورنا مع الخوت ديالك حتى حنا كنا التمسنا هاد المسألة هادي، ولاحظنا فيهم انهم كانوا باغيين يجيبوك للمغرب ولكن ما قادينش، لان الظروف ديالهم صعيبة لا ماديا ولا معنويا، ولكن الحمد لله وقفوا معايا المغاربة، وقفوا معايا الكونسولية المغربية، هما اللي قطعوا لي الطيارة باش جيت، هما اللي عطاوني التأشيرة لولدي باش جيت لهنا للمغرب. الحمد لله، وشكر خاص للسفارة المغربية بالباكستان. عاش المغرب، دخل الوطن وخارج الوطن، لأنني شافوني بنت بلادهم مكرفصة فواحد الحالة، وقفوا معايا أن كنتي بنت بلادنا مكرفصة لازم نطلعوك من تما كترجع للوطن ديالك العائلة ديالك. والحمد لله مشات وسخوت ديالي، وخا ما الأب ديالي ما شفتوش. الله يحمو جرحامات، الله يصبرك. شحال باش مات فاطمة؟ دابا الأب ديالي 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين الأب ديالي ما شفتوش، من توفى من أنا ما في خلال في الأيام اللي باش مشيتي فيها للسعودية. ما شفتوش. نعم. ما سمحش ليا نجي للمغرب باش نشوف الأب ديالي. نعم. ما خلانيش، ما سمحش ليا، عذبني في حياتي، تكرفص عليا، خذ ليا الدب ديالي، خذ ليا الفلوس ديالي كاملة، خذ ليا 20,000 سعودية خذاها، قال لي راه غنشركو لك في الطوموبيل، منشر الطوموبيل كتبها في سميتو
وطلعني انا برا، خذ لي كل شيء. دابا باش جيت انا غير الناس عاونوني باش جيت، محسنين عاونوني باش نصرف على ولدي، ترى الحليب باش ما عنديش باش نشري لولدي. تكرفص عليا ودا قطع المصرف الدري، قال لي ما باغيش نشوف ولدي، انا ما باغيش نشوفه يا خودي. انا دابا الابن ديالي معايا ونتمنى من الحمد لله. كيف كان الفرحه ديال الاستقبال ديال العائله ديالكم من بعد ما جيتي؟ خوتي كلهم فرحوا بيا وكل شيء استقبلني وكل شيء الحمد لله. اللهم لك الحمد. وانا رجعت بيناتهم انا عايشه، ولكن ما مأثرين انني في هذه الحاله ما كانش باغي يشوفوني فيها. نعم بس الحمد لله. الله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اليوم جيتي كنشكر مونيا بزاف مكناسية وهي في الدول الأوروبية ديال بلجيكية. نعم والزوج ديالها أمير، وكنشكر خوه فقاس، وكنشكر الإبن ديالو، وكنشكر لصحابو، وكنشكر الشرطة الباكستانية لأنهم نقذوني وقفوا معايا وقفوا مع الحق، يعرفوني مظلومة. والصحافة الباكستانية صورت لك الشيء كامل اللي أنا عشته، كيفاش مكفصة، كيفاش جات لك الحالة. الحمد لله وكنشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا، الله يرحمهم الوالدين. و نعم كملي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يدير لي شي سواد الخير، ان الابن ديالي ندير ليه الباسبور المغربي والبطاقه المغربيه باش يقدر يقرا، يقدر يعيش في المغرب ان شاء الله. الحمد لله كيف ما تابعتم معنا متابعين الافاضل، الحمد لله بعد الفيديو ديال قناه شوف تيفي قناه الشعب استجبت. هذه كانت معكم فاطمه، من كانت محجوزه في الدار ديال الطريق ديالها مع الاسف، لكن الحمد لله القناه شفت في قناه الشعب قامت بالفيديو مع العائله ديالها داخل المنزل، لكن الحمد لله بعد المحسنين وبعد المغاربه الحرار كما كنقولوا استجبوا الطلب ديال العائله ديالها عن طريق شوف تيفي، وتواصلوا معها مع الاخت فاطمه. والحمد لله اليوم التحقت او جات للمغرب الحمد لله، هي والابن ديالها. ومره اخرى كنقول لك مبروك والحمد لله سلامتك. وكذلك كنشكروا الجميع اللي اسمي واسم الاخوان، كنشكروا الجميع اللي قاموا بهذا المساعده للاخت فاطمه، فشكرا لكم والى اللقاء.